غاها وليدي وحباها، نبقى فيها تنموت فيها. حلال لأن الناس ما يزيدش عليك جرام تما اللي متاوية معاهم نخلصهم بيه، باش ما تاويت معاهم نخلصهم. وردتها من الشجرة تاعت والديا وهما ماتو خلاو لي الطابع ما نخدمش منك البركة باش ما كانت، هو قليل يعود كثير باش ما كانت. الحياة تاعتي قلت لك النار وانا فيها. كيفاش؟ بالحليب تاع البقرات، وحده بزاز الهشاش وحده بزاز القاصحين وحده تفاوتوا بالحليب. انا ما نسولش عليهم وليدي، ما نخزنش منك. الا جبرت الباب مسدود ما نحلوش، نقول له خليهم خلينا كله الضمير ديالو. واحد يقعد يتبري على رزقه ولا يبري شي حاجه ولا ينوض ولده ولا ينوض شي حد غادي خدام. المحل اللي بعيد مني ما نسولش فيه وليدي، يدبروا روسهم وليدي كله الضمير ديالو، ما غنكونوش مقادن. ايوا ما بغاوش واش ندير ليهم؟ واش الاول بحال التالي؟ ها الاول ما ينوضوا حد، التالي لا فهمتي ينوض راسو يقعد في الفجار، اما يتوضا ولا يصلي ولا يزيد في الامال ديالو ويمشي يخدم يمشي يبري على راسو. واحد ما باغيش تقول قد تساقر معاه، لا ما تمسحش قمرك، اللي بغى ينوض ينوض واللي بغى يبرك يبرك. الله لا يخطيك بركه، الحمد لله وليدي كنطلبوا الله صباح وعشيه ومسطاعين في الدنيا والاخيره الله اعلم. قانع بيها بداك الشيء اللي كان، ما نقولوا له هنا لا لهي، اللي بغى ينوض راسو اللي بغى يبرك راسو. انا نقولها لك ما قال بنتي بنت كرشي ولادي ولاد كرشي، واخا يجي واحد ديما نوضهم نقول لهم ديروا ديك الحاجه، نمشي نتعقل ندير راسي وما نوض حد. اللي بغى ينوض ينوض واللي بغى يبقى بارك تخليه يبقى بارك ولا راقد. صافي نمشي نقلب على العيش تاع راسي اللي قعداش ما قديت ندير، قديت نخمر قديت نخبز قديت نشطب قديت نسقي ما قديت شيء ما نلحق لحد. دابا ملي عييت رانا عطيتها ليها ديال الحرفه باش كنترزقوا الله وناكلوا طرف ديال الحلال البارك. هادشي اللي كاين الله يحفظها والله يعطيها صحيحتها والله يطول في عمرها يا ربي امين. الله وهي محمد السادس تم جايه نقول يا سيري الله يعاونك الله يسهل لك. ما تنساوش تشاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.